الإسلام السياسي من عام الجماعة إلى حكم الجماعة لكاتبه المستشار الدكتور محمد الدمرداش نائب رئيس مجلس الدولة، هيكون عنوان حديثنا النهاردة في هذه الفقرة مع صاحب الكتاب ومؤلفه دكتور محمد الدمرداش. أهلا بك فندم. أهلا بك أستاذ هيثم. أهلا بك فندم. الأول يعني إيه العلاقة؟ يعني علاقة مستشار في مجلس الدولة، وصلت إلى أنا أصبحت نائب رئيس لمجلس الدولة ودخلت في هذا خنادق وأزقة يعني صعب الدخول ليها شوية. كتاب عن الإسلام السياسي بدأته من عهد الخلفاء وحتى حكم الرئيس السابق مرسي وجماعته لمصر وما بين هذا التاريخ وذاك التاريخ ومراحل كثيرة جدا وسنوات طويلة جدا. نعم، هو فكرة يعني منين؟ سؤال في محله. بسم الله الرحمن الرحيم. بداية أنا يمكن اللي دفعني للدراسة الشرعية فيما يخص الإسلام السياسي أني حصل على رسالة الدكتوراه من قسم الشريعة الإسلامية من كلية الحقوق جامعة القاهرة. وكان أيضا في موضوع ليس بعيد عن الإسلام السياسي، بل أقول أنه في لب الإسلام السياسي، وهو مسألة التقريب بين المذاهب الإسلامية. مسائل الخلاف في شكل الدولة الإسلامية شغلتني منذ القديم، يمكن الفكرة الفلسفية، وقد يعني تغذيتها منذ طفولتي من والدة الدكتورة أمينة نصير ومن والد المستشار الدمرداش العقالي، كلاهما كان باحثا ولا زال باحثا وأصحاب فكر ونظرية في هذا الموضوع. فأردت أن أسير في نفس الدار ابن الدكتور أمينة نصير. صدق دي معلومة جديدة، معلومة جديدة فندم. يعني شرف، هي أمي ومعلمتي الدكتورة أمينة نصير. الله يبارك، معلومة مهمة جدا كمان. طبعا تحياتنا وتقديرنا يعني وتقديرنا ليها، وتحياتنا بنرسلها على الهواء مباشرة للدكتورة أمنة نصير، طبعا واحدة من السيدات الفضليات اللي كلنا بنتعلم منهم، وكذلك الوالد الدكتور دمرداش عقيل. الله يبارك فيك. وهي يعني كانت بداية فكرة لماذا نبحث في الإسلام السياسي كمصطلح بداية، وما وصل إليه المصطلح. وزي ما حضرتك بتقول، أنا خدتكم مشوار طويل، بدأنا من أول عام الجماعة، وهو الذي اصطلح عليه في بداية عهد الخلفاء الراشدين من عهد سيدنا أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي. اختلاف تعريف الجماعة هنا وهناك. هنا يعني. الله، بالضبط. هي هذه المفارقة اللفظية التي أردنا أن نجعل لها في عنوان الكتاب تشويق، لأن الإسلام السياسي كان في كتاب الإسلام السياسي للمستشار سعيد العشماوي رحمة الله عليه، كان في كتاب الإسلام السياسي للأستاذ الدكتور مصطفى محمود، فأردنا أن يكون لهذا الكتاب خصوصية المسار التاريخي، وهذا هو واقع الكتاب. نحن نبحث في الإسلام السياسي منذ انتقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وتولي سيدنا أبو بكر الخلافة في عام اصطلح عليه بعام الجماعة، وهو العام المسمى بعام الذي حدث فيه اجتماع سقيفة بني ساعدة وما انتهى إليه المسلمين. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى أشكال عديدة للاستخلاف. طلعنا بنتيجة مهمة جدا، أن الإسلام لم يرسم شكلا أو إطارا معينا للدولة الإسلامية. والدليل على ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم انتقلت الإمارة أو رئاسة الدولة الإسلامية البسيطة غير المعقدة كما يريد البعض أن يصورها إلى سيدنا أبو بكر عن طريق سقيفة بني ساعدة، وما دار فيها وما كان فيها من طرح واختلاف واتفاق وموافقة الأغلبية ورفض العدد ومنهم وجوه من المهاجرين والأنصار. ثم انتقل الأمر بعد ذلك بشكل آخر، مش بقى مجال الشورى، بالاستخلاف المباشر، باستخلاف أبي بكر لعمر سيدنا. ثم جاء بعد ذلك استخلاف سيدنا عمر إلى سيدنا عثمان بشكل جديد. العمل جماعة من أهل الحل والعقد ستة يختاروا من بينهم. ثم كانت الفتنة في آخر العهد الأشكال مختلفة تماما. ثم تولي سيدنا الإمام علي بن أبي طالب الخلافة في وقت فتنة شديدة، والتي لم يكن لها بد إلا أن يتولاها رجل بحزم علي، وكان هذه الولاية عن كره من علي. الإمام علي كان انصرف ولا يريد هذه الأمر، ولكن لترتيب البيت الإسلامي كان لابد عام 35 هجريا بعد مقتل عثمان أن يتولي. أربع أشكال مختلفة، ما فيش شكل واحد. الأشكال دي كلها ضمها حاجة اسمها الخلافة الراشدة. الخلافة الراشدة منذ أبو بكر إلى علي وانتقلت إلى نقلة أخرى. لكن قبل ما ننقل للنقلة دي أقول إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نفسه لم يفرض شكلا معينا في علاقته بالممالك التي أسلمت ولا بالقبائل التي دخلت على عهده. في عهد رسول الله دانت له الجزيرة العربية، أصبح أغلب الجزيرة العربية وقبائلها. هل رأينا رسول الله يخلع واليا أو شن في قبيلة أو متعهد يرسل معه من يعلمهم القرآن كما فعل مع ملوك حمير في اليمن، كما فعل مع الحضرميين في اليمن، أرسل معه سيدنا معاذ بن جبل يعلمهم. جاء جبل بن الأيهم وهو سيد غسان، وارتد بعد ذلك في عهد سيدنا عمر في قصة مشهورة، فأبقاه على إمارته لقومه. وجاء له قبيل الطيف فأبقى على حاتم، وجاء له قبيل العديدة يبقي عليها رئيسها بنفسه ويأمرهم
الاسم بشعائره ويرسل من يعلمهم واعطاء الصدقات. وهنا الشكل الذي قال له او انتهى به طول الوقت. طول الوقت انت بتذكر امثله عشان نقارن ما بينها وما بين الواقع اللي احنا عشناه. وشوف دستور المدينه، وبمناسبه احنا لسه مخلصين الدستور، دستور المدينه رسول الله صلى الله عليه وسلم جه المدينه وفيها تنوع خرافي، فيها المهاجرين الذين يحسون بتفوقهم انهم اسبقوا في العقيده، هم الاسبق في دخول الاسلام، والتفوق القبلي لقريش، كان معروف ان قريش هي سيده العرب، فكل من ينتمي لقريش ليس لبني هاشم فقط، لقريش يحس بالتفوق العرقي. والانصار والانصار اصحاب المكان، فاحساس التفوق انهم اصحاب المكان وحضنه الدعوه، واليهود وهم اصحاب العلم والتاريخ التليد والمال والثروه والسلاح، وهناك من يعبد الكواكب ويعبد القمر وصوابئ، اعترف رسول الله هؤلاء القوم جميعا في دستور المدينه، وجعل الاساس فيه مبدأ اسمه مبدأ المواطنة، المواطنة صراحة، وأن هؤلاء الشراذم المختلفين في دماءاتهم وعقائدهم وتوجهاتهم وأصولهم يأتي على حماية المدينة، يستطيعون أن يحيوا تحت مبدأ واحد وهو فكان دستور المدينة. ودستور المدينة أسست حاجة اسمها أركان التعايش، حماية التنوع وأركان التعايش. هذا كان هو فعل رسول الله ثم استخلاف الخلفاء من بعدهم. كلمة الإسلام السياسي اللي احنا يعني بنذكرها باستمرار، تيار الإسلام السياسي، حزب كذا كذا الإسلامي، السؤال هنا سعادة المستشار، لو الحزب ده إسلامي بقية الأحزاب التانية تبقى إيه؟ هذا الحزب خضع للمرجعية الإسلامية، أما بقية الأحزاب اللي المفروض بداخلها ناس مسلمين يبقوا إيه؟ كلمة التيار الإسلامي نفسه او تيار الاسلام السياسي لو دخلوا وعملوا في السياسه، رايك فيه؟ احنا مورس علينا منذ قرون طويله عباره تسييس الدين وتدين السياسه. بمعنى ان كل ملك جائر في ظلمه ظالم يوصي جلاوزته ووعاظ سلاطينه ان يكسبوه خلعه الهيه فيجعله منه حاكما بامر الله، ويجعله انه صاحب امر المسلمين، وكل من في عباءته مسلم وخارجه غير مسلم. وراينا هذا منذ القديم حتى الحديث، وراينا ان الجميع يحكم بامر الله عز وجل. معاويه يولي يزيد بكل ما اشتهر في يزيد فيقول فيه شان، يقول ان يزيد هو حكم الله، ربنا امر بولايه يزيد، من رضاها رضى حكم الله. شوف تحول الامر، وتلف في الايام تشوف الجماعات المتاسلمه دلوقتي تتحدث بنفس المنطق انهم هم اصحاب الاختصاص عن الله عز وجل، كانه لم يهدي سواهم. بس مين فيهم بقى؟ ما احنا ما بقيناش عارفين هو مين فيهم الاصحاب الاختصاص، يعني مين فيهم الافضل؟ ما بقيناش عارفين مين فيهم الفرقه الناجيه، ما بقيناش عارفين. دي مشكله كل جميل. حد بيدعي امتلاك اليقين واحتكار الحقيقه وحده دون الاخرين. هقول لحضرتك حاجه، هل في اعظم من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ مفيش اعظم. هل احد يملك في الدنيا منذ خلق ادم الى يوم القيامه من ملك الحقيقه المطلقه قدر المصطفى؟ مفيش. المصطفى صلى الله عليه وسلم وهو يقسم الغنائم يوم حنين، جاله واحد اسمه حرقوس ابن زهير الاسلمي، هذا بذره الشر، اول واحد جه قدام رسول الله كده ووقف وقال له يا محمد انك لم تعدل ولم تقصد بقسمتك العدله، فقال له يا رجل ويحك إن لم أعدل فمن يعدل؟ لو أنا مش هعدل مين اللي هيعدل؟ وهو من لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني رسول الله بالضبط. يعني وتشوف السيرة لما تقول لك إيه، فتهامسنا من الرجل؟ مين اللي بيكلم رسول الله كده؟ فقالوا إنها حرقوس بن زهير. فسيدنا عمر قال له يا رسول الله إذن لي أن أضرب عنقه، فقال لا يا عمر إن هذا الرجل هو، سيدنا عمر افتكر إن هو سيقضي على هذه الفتنة في بدايتها ومهدها وبذرتها الأولى من الأول كده، فقال لا يا عمر سيبقى ويخرج من ضيضئه من صلبه من يمرقون من الدين مرق السهم من الرمية وستحقرون، شوف شو هالعناصر ايه، ستحقرون صلاتكم مع صلاته، شوفوا صلاتهم هم الاكثر ورعا والاكثر ايمانا والاكثر تقوى. يلف الايام تسمع الشعار الذي يتردد من 14 قرن ان الحكم الا لله، يشير الخوارج يوم النهروان في وجه الخليفه الشعير علي بن ابي طالب بما له من قدر وقمه وتاريخ، ويشهروه اليوم ويشهروه في الأسر القريب على ودود يتحدث عن الحاكمية وإن الحكم إلا لله، ويشهروه الآن في سيناء يقول إن الحكم إلا لله. أي حكم لله؟ ومن الذي يملك أن يتكلم عن الله عز وجل؟ الله عز وجل مين اللي قال إن كده هيبقى حكم ربنا وده مش هيبقى حكم ربنا؟ مين اللي يقدر ينفي شكل الحكم في مكان ما ويفصل عن حكم ربنا عز وجل؟ وعشان كده القاعدة الجميلة قوي، واحد يؤخذ منه ويرد إلا صاحب مقام. سيدنا رسول الله هو الوحيد الذي قوله أمر
نطيع الله ورسوله. أما أي واحد تاني يتكلم يؤخذ منه ويرد ونتناقش ونتجادل ونخط بعضنا البعض وفي القرية ويبقى في احتمالية أن أنا أعود عن خطي وألتزم بالصواب لو اكتشفت رأيي يحتمل الخطأ ورأيي الخطأ يحتمل الصواب. إذا حملتني وحملتك زرنا بعضنا البعض فيما اختلفنا فيه وقبلنا بعضنا البعض وعملنا معا فيما اتفقنا عليه هذا يفتح الباب لأمة مسلمة حقيقية تستطيع أن تحقق مراد الله عز وجل من الاستخلاف لها على الأرض. الاستخلاف اللي ربنا قرره لنا لما تشوف التاريخ. أنا لما قلت الإسلام السياسي كنت ببحث التاريخ وأنا أصريت في الكتاب ده أن أنا أمر مرور مبسط للعقل لأن أريد أن أخاطب يعني فئة الشباب الذين يغرر بهم إلا يغرر بهم من الذين أساءوا استغلال الدين فعرفوا يا سيدي أو أجادوا استغلالني فأعطوا ملحدين حجة. عندي مشكلة كبيرة قوي عندي ناس بتتطرف وعندي ناس بتلحد دي نقطة لابد أن نبدأ أن نضع جزء من صراعاتنا جانبا ونبحث عنها طبعا ليس تبريرا بس أعيب على الجانب الآخر لما بيبقى حد إيمانه ضعيف وينظر كده لنماذج لمن يشوه الإسلام بيتقال عليها أن هي دي النماذج الدينية فيبص هو ده الدين. والتشويه بدأ مبكرا التشويه بدأ منذ انتهت الخلافة الراشدة رسول الله ما كان ينطق عن الهوى. تعرف أن النسب الأكبر من الإلحاد كانت خلال السنوات الأخيرة الثلاث سنوات الأخيرة الإحصائيات بعد صحوة دينية في نفوس البشر قبل الثلاث سنوات كانت ملموسة وصحوة دينية كانت منظمة وهادئة ولكن المشكلة أننا التاريخ الإسلامي كله زي الساقية بعضه يتكرر بعد الخلافة الراشدة رأينا أناسا يستحلون قتل الحسين فالحسن البصري جاله واحد يسأله يقول له يا حسن أنا كنت في الحج فسقطت على ردائي على رداء الإحرام بعوضة فضربتها فأصابني دمها فهل أنا علي فداء أم عليش فداء؟ فرد الحسن قال تستحلون قتل الحسين وتستألون وتستبرؤون من دم بعوضة. فهي دي المشكلة لما نيجي التاريخ الإسلامي لما تشوف كده في جلاوزة في تاريخ الإسلام ويقتل باسم إيه؟ ويقتل باسم الدين والالتزام بولي الأمر ثم يأتي واحد زي الحجاج بن يوسف الثقفي يعظم ويقدر ويقال عنه فاتحا وينحل له القصص في ورعه في القرآن الكريم وهي قصص مذهوبة لابد أن تغربت ولكن يموت على يديه 120 ألف واحد لدرجة لما عملنا معدل حسابي اللي قتلهم الحجاج كل يوم كان 16 واحد يوميا بيقتل 16 واحد ثم الحجاج بن يوسف الثقفي ينخفض خراج العراق في عهده من 100 مليون إلى 25 مليون يعني الراجل كان بيعمل قصد كان بيدور في الناس ثم يأتي سيدنا عمر بن عبد العزيز ومنط النور رجل الصالح يأتي سيدنا عمر بن العزيز فيحارب الحجاج وهو موجود في قلب البيت الأموي يحارب الحجاج ويظهر أن هذا الرجل إنما هو عذاب من الله سلطه على أمة الإسلام. الحجاج بن يوسف الثقفي تكرر زي خالد بن عبد الله القصري مدينة رسول الله تستباح عام 62 هجرية الكعبة تقذف بالمنجنيق عام 63 هجرية هذا في البواكير الأولى للإسلام. إذن وكل هذا بدعوة واحدة طاعة ولي الأمر هي طاعة الله عز وجل. دول كانوا أقرب إيه بقى؟ دول أقرب منهم كانوا أقرب من يعني الأقرب إلى النهر العظيم الأقرب إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة الأجلاء والخلفاء الراشدين. شوف شوف يوم النهروان إن الإمام علي وهو باب مدينة العبد يحاججهم فيغلبهم في الحجة ما هم أكيد هم عوجة فأقصى ما يستطيع أن يرد عليه رجل هو ابن الكواء. ابن الكواء يقول إن علي بن أبي طالب قاتله الله ما أفقه هو فقيه جدا بس احنا مش قادرين مين اللي حقهم خلاص ربنا أزاغهم. النهروان انتهت لكن في وقت الخوارج يتجددون ننتقل الدولة الأموية انتهت يكونوا سبب في ضعف الدولة دقيقة. يعني في كل مرحلة يكون سبب في ضعف الدولة وشوكة في ظهر أي إسلام وإيذاء للإسلام. ربنا عز وجل ما بيتركش الناس دون أن يقيم عليهم حجة أقام الحجة على الدولة الأموية بعمر بن عبد العزيز ومضة النور اللي صار حكم سنتين واربع اشهر ثم انتهى دولة بني أمية عامية الفاتكرية ثم دخلنا بعد ذلك في دولة بني العباس عشان سنتين واربع شهور عشان الناس اللي بتقول لك يعني سنة ما يلحقوش وسنة ما يعملوش سنتين واربع شهور سنتين واربع شهور يعني أنجز فيها لم يتم إنجاز من أي أحد سنتين واربع شهور وبلد لا فيها انترنت بقى ولا اتصالات ولا بتاع بلد عشان المرسال يروح بياخد شهرين ثلاثة. المهم انتهت الدولة الأموية وجاءت الدولة العباسية رفعت شعار جميل الدولة العباسية الانتقام لما حدث من مظالم على يد بني أمية مجرد ما استتب الأمر وللعلم العباسيين انتقموا من الأمويين أشد انتقام حتى من الجثث لدرجة أنهم أخرجوا جثة هشام بن الوليد فوجدوه لسه ما فناش فجلدوه وأحرقوه شوف قسوة قد إيه ثم انتقل الأمر بعد ذلك شركاء العباسيين والهاشميين العباسيين والطالبيين أبو علي بن طالب في صف انقلب العباسيين وأذاق الطالبيين مر العذاب والقاتل الطالبي الأصفهاني تذكر 120 طالبي قتل عصر الأموي والعصر الأسماني. وفي الحالة دي نستبعد دخول الدين في أي من هذه التصرفات المشكلة الدين جانبا الدين نتكلم على السياسة والصراعات على السلطة
وتصرفات إنسانية وسلوكيات شخصية من بشر شوف هارون الرشيد وهو الخليفة المقدر والموقر. هارون الرشيد مع البرامكة عندما انقلب هارون الرشيد بعد أن قرب يحيى المكي وإخوته وأبوه وعشيرته وأصبح البرامكة هم الحكام الفعليين دولة بني العباس، انقلب عليهم لما انقلب عليهم قتلهم وسبى نساءهم وهدم دورهم ومنع وعمل كده لدرجة أن مول ابن رشيد بيسأل أبا دي كنا وزارك أمس وكانوا سادنا دولة، فقال له يا ولا تأسى إنها الدولة هي دولة تساق لكن ليس بدين، لأن الدين منزلت تلف الأيام وترى ممالك في الطريق ويظهر حتى نصل الدولة العثمانية. والدولة العثمانية اللي هي عربية المنشأ، هي من الجزيرة العربية، بل هم أناس من الأصلي مش من تركيا يعني الناس تفتكر هم من تركيا، لا أتراك أصلا من منطقة اسمها تركستان في شرق إيران، ونزحوا هربا لكن من الوجود الفعلي للدولة يعني خرج من تركيا وجودهم الفعلي تأسس الدولة في تركيا وتواجدوا في الأرض وأصبحوا دولة تحت عمان ابن أرطغرل، وأصبحت دولة منذ أن أصبحت دولة وبدأت خذوا اللباس الإسلامي فيتسموا كل ما هو إسلامي هم بعيدا عنه. شوف بقى المعارك التي خاطب الدولة العباسية الدولة العثمانية في أوروبا أو في المشرق العربي أو مع الدولة الصفوية في إيران، تجد أنها كلها معارك دول تقتتل على ملك الدنيا ومسند الحكم لا على الإسلام، لا قتل بدين ولا رعى شعر ودور على السياسي عدد من في معارك المسلمين مع بعضهم البعض 10 أضعاف عن في الفتوح أو في صد الغارات التي قام بها أي من الأديان الأخرى. دي نقطة مهمة جدا. طب انتقلنا نقل العثمانيين إلى أوروبا الإسلام قصرا، مجرد المد العثماني القوي بدأ الإسلام ينحسر. كنا وصلنا النمسا، وصلنا حدود فرنسا، مجرد ما انحصر لأنه كان بحد السيف والقتل، بني بشكل جائر. العثمانيين وصلنا لحد ما جاءت الدولة العثمانية فسميت الدولة العثمانية المريضة، بينما الدين والرسالة الذي انتقل على لسان بعض التجار الذين كانوا يدعو الناس هو ده المثال الاخر، بلدان ودول مختلفه كان يعني انا شفت في اندونيسيا وانا كتبت الجزء بتاع اندونيسيا في الكتاب، وانا في اندونيسيا في ماليزيا في دول لم تعرف الاسلام كسيف ولكن عرفت الاسلام كفكر، اعتنق يعني 240 مليون مسلم في اندونيسيا، رابع دوله على مستوى العالم من عدد سكانه واول دوله على مستوى المسلمين جميعا. لما تشوف ال 17805 جزيره الاسلام منتشر فيها ازاي؟ الاسلام فيه تسامح لا حدود له وليس فيه نقص الاخر. حتى لما ظهرت مؤخرا في بعد ما حصل يعني واحد اسمه سيوراتو جو بدا اول فكره سنه 47 لانشاء دوله اسلاميه في اندونيسيا في اتشيا وبعدين امتدت سومطرة، الدوله دي ما عمرتش طويل. اصطدم مع مين؟ مع احمد سكرنو صاحب الفتح بتاع الاستقلال عن هولندا وعن اليابان، فأغلب الأندونيسيين مالوا إلى صالح أحمد سكرنو. ثم جاء سوهارتو، حصل كارثة هنا في أندونيسيا، كارثة اللي عملت مشكلة بعد كده في تفجيرات جزيرة بالي، إن سوهارتو لما جه كان معاه واحد اسمه ميروتو ده كان راجل مخابرات، والمخابرات عندهم اسمهم باكين هناك. المخابرات الأندونيسيا قالت إن إحنا عايزين نعمل نوع من التعادل في النفوذ، فنطلع فزاعة الإسلاميين. فبدأوا يطلعوا الإسلاميين القدام بتوع الأربعينات والخمسينيات وينشروا فكرة الجهاد، واتعملت قضية اسمها كتائب الأندونيسي واتهم فيها واحد اسمه أبو بكر بعشير. أبو بكر بعشير هرب إلى ماليزيا وظل 15 سنة حتى سقط سوهارتو، أتنازل سوهارتو عن الحكم وعاد مرة أخرى ليتحدث حديث جديد تسمعه الآن في أندونيسيا عن إقامة دولة أندونيسيا الإسلامية مرة ويرفع شعارات فيها إقصاء تنوع أندونيسيا كبير مش سهل وفيها إقصاء للآخر. دي يمكن إحنا دخلنا في الحديث سريعا. طيب أنا حابب تعملي مقارنة ما بين شكل الحكم أو طبيعة الحكم كانت إزاي في عهد الخلفاء الراشدين وشكل الحكم في عام حكم فيه الرئيس السابق مرسي وجماعته، شكل الحكم وشكل الاحتواء وشكل التنوع وشكل قبول الآخر. يعني أقول لحضرتك حاجة، أولا مقارنة سريعة كده، مقارنة سريعة، الدولة الإسلامية الأولى حتى مع اختلاف طرق التولي فيها وحتى مع صراعات الأفكار وصراعات واختلافات كثير من الصحابة والتابعين كانت تحافظ على مدنية الدولة. فرأينا استخدام المسيحي أو النصراني دون أي غضاضة واليهودي، ورأينا الخلفاء حتى في مراحل متأخرة استخدامهم يعني تعيينهم أو توظيفهم أو إعطاء وتوكيل مهام معينة ليهم، مهام معينة ليهم. لم تكن جرثومة الاستغلال السياسي
للدين غير بدأت مع الدولة الأموية والعباسية. الفترة الأولى من الخلافة الراشدة باستثناء بعض فترات القلاقل في النصف الثاني من خلافة عثمان كانت فترة تقوم على مدنية الدولة. هم الأقرب إلى النهر مرة ثانية بنكرر. سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر تجد أنهم أقرب إلى التقشف. عمر كان لا يملك من الدنيا شيء. لم يحمل بني عدي وهم أهله على رقاب الناس. أبو بكر لم يحمل أهله وبني تيمة على رقاب الناس. استخدمش أهله وعشيرته في كل المحافظات وفي كل الأبصار وفي كل الولايات. شوف علي بن أبي طالب بعد أن ضرب في مسجده في الكوفة ينادي ويقول لولده الحسن والحسين لا أرنكم بك غدا تحملون على الناس تقولون هذا دم علي. يعني ما بشوفكمش بكرة بتطلبوا دم فتحملوا على الناس فتخوضوا في دماء المسلمين. هي شوف قد ايه السلطان خايف. تعال اقول لحضرتك السلطان ده الصورة اللي نفس الاحاديث اللي كانوا بيروجوها الخوارج والذين كانوا بيتحدثوا عن فكرة الحاكمية في اخر عهد سيدنا علي اللي بدأ هنا بقى الظهور الفج للاستغلال التعيش للدين. هو في سياسه بقى في نوعين من الاستغلال الدين. في نوع يستغل الدين وهو يجلس على الكرسي او ليصل اليه، وفي نوع يستغل الدين ليروع الناس. واحنا عندنا نوعين دلوقتي موجودين. عندنا جماعه استغلت الدين وحطت شعار الاسلام هو الحل لتكون هي صاحبه الحل الوحيد. الاسلام احد الحلول ولكن ليس في كل شيء الاسلام هو الحل. الاسلام هو حل. والاسلام من وجهه نظر مين؟ وجهه نظري ولا من وجهه نظر حضرتك؟ واذا حطيت الاسلام هو الحل فتقبل اسلامي وتقبل اسلام وتقبل اسلام اخونا وتقبل اسلام حضرتك. الاسلام يسعنا جميعا. وشكل التطبيق هيبقى عامل ازاي؟ والاخوان مسلمون ولكن ليس هم المسلمون. فرق ان تكون من اخ مسلم ده شيء عظيم جدا. ان تقوم بتكليف الاسلام ده شيء رائع، لكن لا تحصر اللفظ عليك ولا تجعل كل من هو خارج منك ليس صحيح. مسلما. يعني من الـ من الـ من المشاكل اللي حصلت في باكستان، وباكستان من الدول ذات الـ يعني الباع في مساله الاسلام السياسي منذ ابو الاعلى المودودي. ايوب خان كان قائد الجيش. ايوب خان اختصر كلمه وقال لهم نحن نعلم اننا مسلمون ولكننا ايضا باكستانيون ولكل امر منهم استحقاق. في هنا حاجة وفي حاجة. أبو الأعلى المودودي الرجل صاحب أخطر فكر في القرن العشرين ولا زال ممتد. وهل في مشكلة ما بين الاتنين؟ يعني في ناس شايفة في تعارض. أنا لا تعارض، أنا مصري وبس، الدين ده يعني أصلي وأصوم وخلاص وحج وخلاص. وفي ناس تانية شايفة لا 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 مش حاجة اسمها مصر. هنا التوسط بقى. مفيش حاجه اسمها السعوديه، مفيش حاجه اسمها سوريا، مفيش حاجه اسمها لبنان، مفيش حاجه اسمها الكويت، في حاجه اسمها انا مسلم وفقط وعلى كل تلك الدول ان تذوب في فكرتي اللي انا عايز اعملها في شكل الدوله. هي الفكره الاثنين دول ليه مفيش تناغم؟ لا، الفكره الاولى اللي بدات في الظهور فكره امميه الاسلام وانه لا دول وانه لا وطن. شوف رسول الله وهو خارج من مكه صحيح بيبكي على مكه طبعا ويقول لولا انك احب البلاد، احب البلاد ليه؟ ولولا ان اهلك اخرجوني ما خرجت. يعني لولا الشديد القوي ما كنت سبتك. مع حبه للمدينه، ولما راح المدينه فكره الوطن قائمه، لان سالوه اول ما راح يا رسول الله ان اظهرك الله على قومك ودانت لك الدنيا وهتتركنا؟ قال لا، الدم الدم، الهدم انا معاكم، مش المقام مقامكم. وفعلا انتهى، انهى رسول الله فكره، لان كان يحصل خلاف اول ما انتقل رسول الله الى الرفيق الاعلى جسمانه الطاهر اين يدفن؟ فكان الخلاف ينتهي صحيح. فورا بكلمه رسول الله ان المقام مقام الانصار والممات ممات الانصار. طب هقول لحضرتك، هرجع بس الحته بتاعت باكستان. باكستان فيها تنوع غير عادي. ودوله ما كانتش دوله لحد سنه 47، دوله كانت داخل الهند، والهند فيها تنوع غير عادي. وفيها حضاره اسلاميه كانت كبيره جدا منذ القرن الخامس والسادس والسابع، انشاوها اهل التصوف والتجار. الهند لم تفتح بالسيف. لما انشأت هذه ظلت اكثر من 10 قرون لا يوجد فيها غضاضة ولا يوجد فيها مشاكل اسلام سياسي ولا يوجد فيها من يستخدم الدين ولا يوجد فيها. حتى لما تعرضت لهجمات التتر اصبحوا بعد ذلك مسلمين بما رأوه من اهل البلاد التي فتحوها وهي الهند وباكستان وبنجلاديش وكشمير. دي نقطة مهمة جدا كمان عايزين نتكلم فيها. سمات المسلم نفسه بتفرض سلوك او سلوكيات المسلم نفسها قد ايه دي اعلان واضح ومستمر باستمرار عن هذا الدين؟ اعلان ثابت ودائم ويجذب القلوب كما يجذب المغناطيس. شوف بقى اللي حصل بعد كده لما بدا يتحول. غاندي جه وبدا في القرن العشرين، في اول القرن العشرين، يتكلم عن قوميه الهند. لا قال هندوس ولا قال سيخ ولا قال مسلم، كلمه الهند. الهند. فكان اكثر الدعاه له والواقفين بجواره
واحد اسمه أبو الأعلى المودودي. أبو الأعلى المودودي حصل له انقلاب في الفكر، لأنه بدأ يحس إن الطائفة الهندوسية مش قادرة تديه التسامح اللي هو يعني سيء النية أو التقدير. اتفق سنة 23، حصلت حادثة كبيرة في الهند، استمرت أحداث عنف من 23 ل 25 بسبب قتل أحد الرجال. شوف بقى الحادثة اللي تغير تاريخ، أحد رجال الدين الهندوس أساء للمصحف الشريف وللنبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، فقتله مجموعة من المسلمين، فصارت في الهند لمدة سنتين أعمال فتنة غير عادية. وبدأ التفكير في قومية الهند، دي حاجة على جنب، ووجود المسلمين حاجة على جنب. المسلمين لهم وجود قديم في الهند، فبدأ أبو الأعلى المودودي عمل كتاب. الكتاب ده أخطر كتاب في القرن العشرين، هو ومعالم في الطريق. الكتاب اسمه الجهاد في الإسلام. الجهاد في الإسلام ده طرح أعلى المودودي كل ما كان عليه سلفا نسخه، قال لك ما فيش قومية، لا هو الإسلام وإحنا في دولة، وأنشأ فكرة اسمها الحاكمية، إن الحكم إلا لله. استعاد التاريخ، فتح بطون التاريخ وجاب اللي قالوا الخوارج في عهد علي وحطوا، قال لك إن الحكم إلا لله. فبدأت فكرة ده اللي احنا شايفينه دلوقتي، نفس الشعار ونفس النظرية ونفس الرؤية. طبعا دي حصل فيها ايه؟ تطورت بعد ذلك الى محمد علي جناح، اتفق معاه. محمد علي جناح كان عايز دولة علمانية مسلمة، علمانية تستوعب الجميع ومسلمة الدين لأغلب سكانها. لكن حصل أول صدام، وصل الصدام بينه وبين الأعلى المودودي إلى أن حكم على أبو الأعلى المودودي بالإعدام سنة 56. هنا بقى في محطة مهمة جدا لوجود القوة العسكرية التي تحفظ للدولة قوامها وكيانها. أبو الأعلى المودودي استمر، لما نتكلم على باكستان، باكستان سنة 65 في باكستان، أبو الأعلى المودودي دي السنة اللي أعدم فيها سيد قطب. أبو الأعلى المودودي اتصدرت أفكاره للدين اللي هي 30-40 سنة، تلقاها سيد قطب في بصر، هنرجع له. أبو الأعلى المودودي سنة 65 حصل إقرار لدستور باكستان، وكان دستور باكستان يتحدث عن إسلامية الدولة لأول مرة. فبدأ أبو الأعلى المودودي يروج لهذا، فدخل في صدام مع القوات المسلحة الباكستانية. فظهر جنرال قوي اسمه رضا خان أيوب. رضا خان أيوب رفض المنطق ده، اضطروا يتحالفوا لأن الحرب قامت. شوف بقى الجيش اضطر يتحالف مع أبو الأعلى المودودي لأن الحرب قامت مع الهند، والنتائج كانت مروعة لصالح الهند في البداية. فاضطر يستخدم أبو الأعلى المودودي لإعلان نفير الجهاد، فأعلن نفير الجهاد، واستطاعت باكستان أن تتجاوز عقبات المرحلة وتنتهي إلى معركة شبه متكافئة بينها وبين الهند. ثم عاد الأمر بعد ذلك إلى اختلال تاني. أبو الأعلى المودودي بدأ يصدر، فصدر الحكم بتقييد إقامته ثم بنفيه، ثم سافر إلى أمريكا ومات في أمريكا، ورجع بعد ذلك دفن في باكستان. ده بيفسر المشكلة والعداء المستمر مع، لأن انت عايز مع مؤسسة مهمة في الدولة زي القوات المسلحة، والعداء ده تكرر عشان الفكر اللي انت اصلا مش هقف لك قوات مسلحة الفكر اللي انا بتبعه، محدش ممكن يمنعني منه في لحظة باللحظات غير قوة داخل الدولة. شوف قلت حضرتك في الاول، دي عاملة زي الساقية بتدور وبتتكرر. نفس الحكاية اتكررت في الجزائر، نفس الحكاية اتكررت في مصر، نفس الحكاية اتكررت في تركيا. سنة 65 ابو الاعلى المودودي صدر لسيد قطب، سيد قطب عمل معالم في الطريق، سيد قطب اعدم في 66، وانتهى الفكر كمنظر. معلم في الطريق كتاب قتل صاحبه، لانه جاب الفكر بتاع ابو الاعلى المودودي فعربه. اذا كان ابو الاعلى هو صاحب الاب التاريخي الحديث لفكرة الحاكمية زي ما كان حرقوس وزهير التميمي والاشعث الاباء التاريخيين قديما للفكرة، فسيد قطب ايضا سيد قطب الاب العربي الذي عرب الفكرة، عرب الفكرة وحملت الفكرة بعد ذلك ما لم يتحمله سيد قطب نفسه. لانه لما يحقش، خلي بالك النظرية عشان تستوي على عودها لابد ان تستمر صاحبها سنوات وسنوات يعدل. كتب سيد قطب في السجن، وللسجن طابعه الخاص، وكتبه على فراش المرض، فانتج نظرية عبارة عن تعريب ما قاله ابو الاعلى المودودي. انقل الصورة كده بسرعة، شوف طبعا القوات المسلحة وقفت هنا والقوات المسلحة وقفت هنا، وتكرر الوقوف بعد ذلك حتى 30 يونيو اللي فات. انقل الصورة بسرعة للجزائر. شوف الجزائر سنة 88 تواجه بواحد اسمه مصطفى ابو يعلي. مصطفى ابو يعلي ده امير الجماعة الاسلامية المسلحة المحظورة في الجزائر، يعمل اضطرابات. الشاذلي من جديد فكر يروح فين، فاضطر يروح لاحمد سحنون وعلي بالحاج زعماء الاخوان المسلمين والتيار الاسلامي هناك، اللي هم الظاهر هم معتدلين، يعمل توازن يعني معتدلين شويه. فبداوا يتحركوا باتفاق ان هو يسمح لجبهه تنشا اسمها جبهه الانقاذ بان توجد على الساحه السياسيه دون قيود.
فاضطر الشاذلي بن جديد ان يسمح له. فرق في سنه واحده مع يعني الجزائر، انا بقول ان هي لابد من الدراسه الجيده جدا لما حدث في الجزائر لخروجها من الازمه الحقيقيه اللي كان في ناس شايفه ان صعب جدا الخروج منها في الحقيقه بعد الاقتتال اللي حصل فيها. اغسطس 89 بعد سنه من وقعه مصطفى ابو يعلي وبعد ما انتهت الفتن على ايد الاسلام النوعا ما الذي قدم لنا نفسه انه مسيس عن طريق معتدل وقدم نفسه على انه معتدل ويقبل الدخول في العمليه السياسيه، ثم انتهى الامر الى السماح لجبهه الانقاذ. بدات جبهه الانقاذ في العمل، حصلت وقعتين مهمين جدا. 4 يوليو 90 عملوا مظاهره اسمها تظاهره السلام، كانت اكبر مظاهره شافتها الجزائر في تاريخها. عامله زي اللي حصل يوم 21/6 لما جم الاخوان راحوا عاملين في رابعه مظاهره وسموها ان هي السلام او حاجه مشتقه من السلام، مع ان كان فيها سلاح وبتاع ما اعرفش كان سلام منين. وكان ده مش من الذكاء، وكان هناك كثير من العقلاء في الساحه من الميالين للتيار الاسلامي يقولوا ما ينفعش ان يبقى فيه فعل ورد فعل واحنا اصحاب المكان. المهم فحصل الخطيئه، حصل انتخابات بعدها بشهر، اكتسح الاسلاميين بنسبه 55%، جبهه الانقاذ حازت على المقاعد، الجيش وقف يتفرج. في جنرال قوي اسمه خالد نزار وقف يتفرج ويرصد الصوره. حصل الاكتساح دوت سنه 90. واول واحد مهد لهم مين؟ هو الشاذلي بن جديد، هو اللي اتفق معاهم، هو اللي عمل، هو اللي ادخلهم العمليه السياسيه عشان يجابي بيهم الطرف الاخر. علي بالحاج وهو كان ليه مجله اسمها المنقذ قال لك ان الديمقراطيه لعبه غربيه لا يصح الاخذ بها ولم يعرفها الاولون ونحن ننفضها. احنا ركبنا، احنا قاعدين على الكرسي، هنزق السلم اللي احنا طلعنا بيه. ايوه هنزق السلم اللي طلعنا بيه. طب والحل؟ طب الشاذلي بن جديد رئيس الجمهوريه بدات مظاهرات تطلع في ارجاء الجزائر تقول لا عمل ولا دراسه الا بعد تغيير الرئاسه. وطلع علي بن الحاج قال تصريح قوي جدا، قال لك الشاذلي بن جديد اصبح عقبه. فالشاذلي بن جديد ارسل يعاتبه، فطلع تاني يوم قال تصريح خطير جدا، قال لك الشاذلي بن جديد مسمار في كعب الجزائر، ما ان خلعه حتى تسير الجزائر. فالشاذلي بن جديد هدد بنزول الجيش، فراح رادد في صلاه الجمعه اللي بعديها قال لك لو نزلت الدبابات الى الشوارع سيلتهمها الشعب. نزلت الدبابات. هو السؤال هنا بقى، السؤال هنا دكتور محمد، حاله القوه اللي بيبقوا بيشعروا بيها هذه الجماعات اللي بتسمي نفسها جماعات اسلاميه، حاله القوه والغطرسه اللي في لحظه التمكن اللي بيشعروا بيها اللي بتخليهم لو هم في شويه ذكاء مش هيعملوا كده، بس اللي بتخليهم هم نفسهم بيحفروا لنفسهم حفره بيقعوا فيها. الشحن المعنوي، الشحن المعنوي. شوف لما يجي واحد تفجيري يلبس حزام ناسف ويفجر نفسه، فهو يظن انه قد ودع الدنيا لكي يكون في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ولا يعلم انه قد ودع الدنيا ليكون في قرار جهنم. صحيح، بس احنا بنذكر مواقف وان اختلفت بعض التفاصيل فيها، انما خطير. هي متطابقه بشكل او باخر. لا، والاخطر من ده اللي حصل بعد كده، الجزائر دخلت في عشريه سوداء وانتهى الامر بعد الامين زروال، بعد جه محمد بوديوم اول واحد خلعوه كان مين؟ الشاذلي بن جديد. شوف الشاذلي بن جديد خلعوا، وجي محمد بوضياف وكان منفي في فرنسا 30 سنه وكان بيسموه قديس الثوره الجزائريه. استمر في الحكم 166 يوم وقتل على ايد مبارك بومعرفي. مبارك بومعرفي اكتشفوا بعد كده ملازم كان الحارس بتاعه ان هو احد عناصر جبهه الانقاذ. تطورت الامور سريعا جدا عشان ما ندوش الناس، لكن وصلنا الامين زروال ثم عبد العزيز بوتفليقه. انتهى الامر بقانونين، قانون اسمه الوئام المدني وقانون اسمه السلم والمصالحه. القانونين دي بجتهم بتقول ايه؟ يقدر شعب الجزائر ما ادته المؤسسة العسكرية من تضحيات للحفاظ على اواصر البلد. اول حاجة هنقعد نتكلم، يبقى تقدير القوات المسلحة في مقدمته للحفاظ على اواصر هذه البلد. الجزائر طبعا امور هديت تماما، بس الجزائر اللي يتابع الحالة بتاعتها يجدها بتحصل بدول كتير جدا، بس من اللاعب؟ من الذي يحرك هذه الخيوط؟ سيدي، الإسلام السياسي الذي يريد أن يصل إلى الكرسي على أكتاف الإسلامي ولا يكون من الإسلامي في شيء، خيوط الخارجية كثيرة. الأتراك، خلينا بس يعني نعمل مقارنة كده ما بين اللي حضرتك قلته وحصل في الجزائر واللي حصل في مصر. انت بنتكلم على أن الأفكار واحدة، بنتكلم على أن بعد الوصول وحصولهم على الأغلبية في البرلمان انقلبوا على الديمقراطية اللي وصلت بيهم الى الحكم، ويعني واطاحوا بالسلم الذي صعدوا من خلاله الى الحكم. ممكن ده نقارنه بما فعله مثلا الرئيس السابق مرسي لما
اصبح رئيس الجمهوريه واصدر مثلا اعلان دستوري مره واثنين وكان فيه كان فيه الشعب يعني فحشه. سيدي الفاضل، هو في حد في الدنيا يعني الخطيئه بتاعت مرسي واللي الحمد لله ربنا عافانا من مصير الجزائر فيها، وبص على المشهد ده، يوم 6 اكتوبر 2012 يوم 6 اكتوبر حدث الاحتفال السنوي، دعي اليه من الذي دعي الى حفله اكتوبر؟ دعي اليه في استاد القاهره، وانا دايما بقولها استاد القاهره ليس محل للانتصارات العسكريه، الزمر وعاصم عبد الماجد وجاب زمر وعاصم عبد الماجد وطارق الزمر وقعدوا جنبيه على المنصه. هنا الجيش خلى باله، هنا الجيش ولع اللمبه الحمراء. الجيش في الجزائر اتاخر 4 سنين. الجيش ما بداش يتدخل في الجزائر غير على ايد خالد نزار في 94. الحمد لله ان احنا ما تاخرناش 4 اشهر. طيب انا هعرف ايه اللي حصل بالظبط من حضرتك، لكن بعد ما نقول خبر عاجل ان البحريه الليبيه تعلن الافراج على عن الباخره المصريه التي كانت قد احتجزتها وكان عليها او على متنها 32 شخص. البحريه الليبيه تعلن الافراج على الباخره المصريه المحتجزه. نرجع لحضرتك تاني، بتقول كما افرجت القوات المسلحه عن هذا الشعب في قرارها بالتدخل السريع. احنا كان ممكن الامور تنتصر، لكن لاحظ ان في 3 عقبات في السكه نوروا لمبه حمراء المرسي ما انتبه لهمش. في ابريل اتبعت له تنبيه ان اللي بيحصل مش معنى القوات المسلحه بتقول ان انا مش هنزل ان معناه ان احنا بعاد تماما. تاني حاجه في يوم 21 في لقاء نشر بعد ذلك في مذكرات عديده وبصيغ مختلفه جمعت بين المشير السيسي وخيرت الشاطر، ثم في الخطاب الاخير الذي انا يعني انا اتذكر لحظات مشاهدتي هذا الخطاب، استمر 2:30 وذكر الرجل فيه الشرعيه ويعرض بالقضاة بالاسم ويعرض باصحاب احكام بالبراءه، يهدر الاحكام القضائيه ويكسر المؤسسات الدستوريه ويتعامل مع الجميع باستعلاء كانه يقول لهم انا ربكم الاعلى. فكان لابد ان يتدخل الجيش سريعا. الجزائر اتاخروا 4 سنين فبدات عشريه سوداء دفعه ثمنها غالي قوي. الجيش اتدخل هنا، انت شايف ان التحرك الاسرع ده يعني انقذنا من مصير انقذ البلاد من اشياء كثير. هتقولي طيب حد ممكن يقول لك، حد يقول لك يعني طيب والله احنا كنا مع 30 يونيو بس كان المفروض القوات المسلحه بعد 30 يونيو كانت تعمل استفتاء على انتخابات رئاسيه مبكره او تعلن عن انتخابات رئاسيه مبكره فقط دون الاجراءات اللي حصلت دي كلها، هل كان هينفع؟ هل كان هينفع ان احنا القوات المسلحه يعني يكون ليها دور بعد 30 يونيو انها تقول هنعمل استفتاء؟ وهل كان سيقبل الطرف الاخر اللي دلوقتي بيقول والله ما كانش المفروض يعملوا اللي بيعملوه ده، كان المفروض يعملوا انتخابات رئاسيه مبكره؟ كان هيستوي الامر يعني؟ لا لا يستويان مثلا، لان الاول اول ما حصل تم التنبيه عده مرات على مرسي في ال 48 ساعه الاخيره، وتم محاولة الوصول إلى حل، والأيام كشفت عن مباحثات كثيرة جرت ومسجلة بالصوت والصورة، لأن كل شيء في الفترة دي كان مسجل ليرصده التاريخ. الأهم من ده، طب بعد ما تم 30 يونيو وبعد 26 يوليو إيه اللي حصل في الشارع؟ جمعة بنستنى ليلة الجمعة دي وإحنا مستنيين الإعدام تاني يوم، تهيج، تفجيرات زي ما توعدوا، قتل، ترويع للامنين، اي مستوى يخليك وانت بتعمل ده ان انا اقبل منك اي خطوات. وفي الاخر لما وصل بيهم ان ضاقت الدنيا عليهم بما ضيقوه علينا، يطرحوا مبادره زي مبادره حسن نفعه، مش وقتها، مش وقتها مطلقا، لا شخصها ولا وقتها ولا طريقه عرضها. ثم الاهم من ده، طب تتكلم على الوقت وطريقة العرض والشخوص، لكن مش بتتكلم على الفكرة نفسها. الفكرة نفسها اتطرحت بدري قوي، وراحوا لكمال ابو المجد وكلام منشور، وكمال ابو المجد الدنيا كلها تم حبست تكذيبه في الحقيقة بعد لا كده. لا وبعدين كمال ابو المجد كذبوه بعد ما محمد علي بشر صرح وقال ان لسه ما جاليش تعليمات بالرد. انا هستنى لحد امتى؟ طب اوكي مش هيجي لك تعليمات بالرد، توقف يا سيدي حتى ياتي لك الرد. طب
طب انت مع مع الاجتهادات الفرديه اللي بتحصل دي يا دكتور محمد، ولا طبعا ولا بتعيب على الاشخاص اللي بيطلقوها؟ يعني الاطلاق الفردي الان اصبح عباره عن مقالات تنشر في الجريده مش اكتر. لا يعني بنتكلم مثلا على اللي حصل من دكتور كمال ابو المجد، بنتكلم على الدكتور حسن نفعه، كله كلام كله كلام. مع هذه المبادرات اجتهادات شخصيه يعني تثمن لاصحابها؟ لا ولا لا لا, لا لا اظن ان اصحابها يريدوا يعني ان يكون لهم دور، قد يكون يبتغوا وجه الله فيه، لكن ليس هذا وقت البحث عن ادوار بقدر البحث عن نزع الفتيل. ونزع الفتيل لا يكون بمبادرة فردية يخرج صاحبها يصدح بها، ولكن يكون عن طريق عمل مؤسسي يتم ترتيبه. أمامك أمرين، أمامك انتخابات رئاسة الجمهورية سيقرر خلال الأيام يعني قانونها، واليوم مجلس الدولة بيراجع هذا القانون، وبعدها استحقاق آخر هو مجلس النواب. شاركوا في مجلس النواب، ما لم يتهم بجريمه فليشارك ولا يرفع شعار الاخوان المسلمين. في ناس شايفه ان المفروض تطلع منهم المبادره تحديدا هم اعضاء الجماعه بعد يعني بعض التصرفات وبعض الافعال كمقدمات، ثم يخرج منهم هم نفسهم مبادره وطلب للشعب المصري. اظن ان الجماعه قد فقدت، انما مش من اطراف وسيطه او 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 من قبل الدوله. يعني الجماعه في مصر فقدت قدره على التفكير او الرويه او البحث عن المصلحه الخاصه بها، وأصبحت تنتظر الأوامر من الخارج، والخارج أصبح مضطرب لأبعد الحدود، والخارج أخذ طريق واحد هو محاولة تشويه ما حدث في 30 يونيو. هناك مشاكل، أنا لا أقول أن الصورة وردية، هناك مشاكل حقيقية، وهناك مشاكل اقتصادية، وهناك مشاكل انتزاع ما صار في النفوس من دماء، صار هناك دماء بين المصريين، ده شيء أنا عارفه، ولكن دماء فرض علينا القتال فلا بد أن نقاتل، لم نملك من الأمر شيء، من يستطيع أن يحسم هذا الأمر هو شيء واحد، توقف الجماعة عن أي عمليات. سواء هتقول لي اصل سرايا القدس مش تبعهم، اصل انصار بيت المقدس مش تبعهم، اصل هذه كلها اصل هم بينزلوا سلميه وبعد كده في ناس بتموت مش عارفين بيهم مين. هذا الرحم اللي حضن، هذا الرحم الذي حضن هذه التيارات المتاسلمه منذ عام 65 من قضيه سيد قطب الى افراج السادات عليهم، الافراج العشوائي للسادات عليهم سنه 74. السادات في نشوه النصر في اكتوبر افرج عن ناس ظلوا في السجون لمدد اقلها 9 سنوات. فكره الخلافه اللي بتصدر لكوادر الجماعه وقواعد الجماعه طول الوقت، ان احنا اللي احنا بنعمله ده كله من اجل الدوله الاسلاميه من اجل ان احنا نوصل للخلافه، وبفكر حتى الجماعه، مش هنتكلم على فكره الخلافه، بفكر الجماعه اللي ماشيه بيه وباسلوبها اللي ماشيه بيه عبر السنين اللي فاتت دي كلها، هل دي توصلهم لدولة إسلامية؟ إن كان يريد خلافة راشدة فالطريق مغلق وقد انتهى وقتها وولى زمانها. إن كان يريد خلافة تبحث عن الدنيا كالخلافات التي سميت بعد ذلك إسلامية وهي ليست من الإسلام في شيء، كالخلافة العثمانية، دولة لها ما لها وعليها ما عليها، فهذا هو ما أقصى قصارى ما يستطيع أن يبحثوا عنه. خلي بال حضرتك إن أنت بتعاين، يعني أبائنا وأجدادنا عاينوا سقوط آخر خلافة وشافوا اللي حصل فيها من 23، من كمال أتاتورك لما جه واسقط الخلافه العثمانيه، ثم تطورات بعد ذلك. خلي بالك ان التطور التركي تطور من اسرع ما يكون، لان هناك كم من الاختلافات العرقيه والثقافيه بين الاتراك كبير جدا. الاتراك لم يرتضوا ابدا، يعني خلي بالك الاتراك كانوا في مشكله كبيره من 23 لحد ما مات كمال أتاتورك في 38، كان الاتراك محكومين بيد من حديد بصوره مؤسفه، مش هقول لك ان انا اسعد بيها، ممنوع اقامه الشعائر الدينيه، ممنوع اقامه المساجد، الغاء التكايا الصوفيه، الغاء الطرق الصوفيه واليها قيمه كبيره جدا. ثم تولى بعده عصمت اينونو وهو رفيق كفاحه وماشي بنفس الطريق، حتى جاء رجل محترم اسمه عدنان مندريس. عدنان مندريس رجل ليبرالي ليس اسلاميا، ولكن قال لك انا ما اقدرش اخلع تركيا من موروثها الاسلامي. صحيح اسلامي. فابتدي اعيد بعض الشيء، فاعاد اربع حاجات. اقعد ما في سببهم. ايه هم الاربع حاجات؟ اعاد الحجاب، أعاد التكايا الصوفية، سمح بالآذان يصدح، سمح بإنشاء المساجد. الأربع حاجات دول شوف قد إيه كان سمح بأمور منطقية جدا بسيطة وحج وأدى فريضة الحج. فهم دول أعدم فيهم عدنان مندريس، لأن خلي بالك الفعل ليه رد فعل قد يكون أزيد منه في القوة في الأوقات دي. ثم انسحب التيار شوية وبدأ يظهر مع نجم جديد هو نجم الدين أربكان سنة 70، ظهر واحد كده مهندس متعلم في ألمانيا وجاي ينشئ هنا، دور على تنظيم الاعلام للاخوان المسلمين. هنا اول حلقه لتنظيم الاعلام للاخوان المسلمين حقيقيه. بس الناس مش عارفه دكتور ان احنا يعني ما لناش علاقه بتركيا، يعني احنا مثلا ما كانش عندنا قبل اربكان وغيره ما كانش عندنا اللي بيحصل نهائي. كان بيحصل في تركيا، ما كانش عندنا لا اقول لك هذا التضييق على الاسلام، ما كانش عندنا منع الخلافه كانت هناك مش عندك. خلي بالك ان سقوط الخلافه في تركيا
امر مزلزل. خلافه استمرت 5 و6 و7 قرون مزلزل، وكان في يعني مشكله كبيره جدا للاتراك في الهويه. الاتراك كانوا يسمعون طول الصباح الاغاني الغربيه، وبالليل يتميلون على اهازيج البرد النبويه. في المساء كان عندهم ازمه في الهويه. الهويه دي ما كانتش عندك مشكله، ما عندكش مشكله تركيا في الهويه ولا التعدد. هقول لحضرتك مثل تاني وهي مش بعيد علينا، المملكه العربيه السعوديه. احنا المملكه العربيه السعوديه ما تعرفش كده ايه اللي حصل سنه 28، الازمه بتاعت الاخوان النجديون. اخوان النجديون في المملكه العربيه السعوديه اقدم الاخوان المسلمين هنا كتير قوي، اقدم كتير في العمر الزمني. يعني بداوا 1911 لما الملك عبد العزيز ال سعود حب ينشئ الدوله، وعمل اتفاق مع عبد الله ال الشيخ، واتفقوا على انشاء دوله اسمها الدوله السعوديه الثالثه. كان اول اتفاق بينهم ان هناك في مقاتلين معينين هيحط، يبقى هنا العلاقه الجديده اللي بدا يختلقوها، هيتحطوا في اماكن بعيده عن المدن، ويكون الرابط بينهم ليس القبيله ولا العشيره بل الاخوه، ويسموا اخوه النجديين. بداوا بقبائل اسمها هجر، ثم انتقلت هذه القبائل من عام 1911 ل 26 يعملوا اماكن، عملوا 200 مركز ليهم، وصل عدد المتطوعين فيهم 70,000 واحد، يقاتلوا بشراسه شديده. ظلوا على ولاهم لعبد العزيز لحد موقف واحد، المحمل المصري. المحمل المصري في منى اول ما دخل سنه 26 بعد ما فتح عبد العزيز الحجاز، والحجاز عشان حضرتك تبقى عارف وكلنا زورنا اهلها ذو تنوع، تلاقي فيها اللي جاي من بخارى واللي جاي من المغرب، فمختلفين. حدث الكارثه وضربوا المحمل المصري بالنار، والمحمل المصري ضربهم بالنار، وامتلعت الحجيج المصري 10 سنوات في عهد الملك فؤاد. تخيل ان الدوله يلف الزمن بيهم ويحاولوا ان يصلوا الى العراق، فتخرج قبائل المظفر وقبائل المنتفق فتجالدهم لتحمي المراقد الطاهره من الهدم. تخيل ان الاخوان النجديين دول هدموا البقيع بالكامل، تخيل كم حجم الجرائم دي. ثم يبيدهم عبد العزيز، ويبيدهم عبد العزيز بعد ان وصل اليه ان هم الثلاثه الكبار فيهم سلطان بن بجاد وابن حسيرين اتفقوا اتفاق بينهم من بعض على ان هم يقسموا هذه الدوله، وفصل الدويش على نفسهم. على نفسهم فصل الدويش ياخد نجد، وابن حسيرين ياخد الاحساء، وسلطان بن بجاد ياخد الحجاز ومكه. فابادهم بعد ما ابادهم ما انتهوش، نفس قول المصطفى انهم في ضيضاء الرجال، يلف الزمن سنه 64 يجي الفكر ده يخش دماغ مين؟ امير